احنا هنروح لحاجة كويسة جدا. احنا عارفين انه عندنا دعوة واضحة وجهت من قبل فخامة الرئيس في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بخصوص الحوار الوطني، وإنه الأكاديمية الوطنية هي اللي هتبدأ تدير هذا الحوار بحياد تام، وعارفين إنه المنسق لهذا الحوار أو منسق هذه الحوارات هيبقى كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية. وبالتالي لو خدت بالك هتلاقي انه في احزاب كتير جدا بدأت انها تعمل ايه، بتاخد بعضها وتبدأ تقدم على طول الرؤية بتاعتها في الحوار الوطني. احزاب معارضة الحمد لله والشكر لله بدأت انها تقدم، احزاب لو صح تعبير ما بين قوسين الموالاة بدأت برضو انها تقدم، لكن خليني هنا هروح على حزب حماة الوطن، والحزب الحقيقة كما جرت العادة دائما سباق. معانا على تليفون سيادة النائب اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة الوطن. أهلا 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 بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف، وتحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. اهلا وسهلا، واعتذاراتنا على التاخير، مسهرين سيادتك يا فندم. لا والله يعني عندنا خلاص عندنا احنا هنعتبر ان احنا الاثنين كنا متشاركين في ان احنا بندعم صحة المصريين في مكالمتنا مع الدكتور حسام عشان خاطر المصريين يا سيادة اللواء. خلاص مفيش مشاكل، المصريين دول في عينينا واحنا تحت دايما في عينيكوا يا فندم، دايما في عينيكوا يا فندم. سيادة اللواء، ماذا عن الحوار الوطني والطرح اللي بيقدمه حماة الوطن؟ طيب خلينا اكلم حضرتك باختلاف عن اي طرح مسبق. اتفضل. نتكلم على ما هو قبل الحوار الوطني. حلو. حضرتك تعلم، يمكن حضرتك اتكلمت في اكتر من برنامج خلال الشهور السابقه، السيد الرئيس في عده محافل داخل الجمهوريه كان بينادي دايما لحضرتك تفتكر برفع قيمه الوعي لدى المواطن المصري وضروره عمل كافه الجهات المنوطه على هذا، سواء كانت تنفيذيه او تشريعيه او سياسيه او حزبيه. ايوه. في الحقيقه حزب حماة الوطن كان ليه سبق في العمل على هذه القضيه بتقديم مناقشه عامه في مجلس الشيوخ، واكيد حضرتك تعلم طبعا من خلال لجنه الدفاع والامن القومي اللي انا طبعا يعني مشارك فيها، وشارك في هذه اللجنه حضرتك طبعا راجل نيابي وتعلم اللي شارك وكان مدعو كان ما يخص بالوعي والانتماء لجان التعليم والشباب والثقافه والاعلام والشؤون الدينيه. أيوه. الغريب بقى ان احنا، لان كنت انا بترأس هذه اللجنه في الوقت ده وبشتغل عليها، الغريب ان جميع لجان المجلس ال 14 لجنه اللي عندنا، غير طبعا انتوا عندكم اكتر من كده بكتير في شوي. مجلس النواب، اللجان كلها شاركت بدون دعوه، ودي كانت حاجه يعني عارف ملحوظه ان حاله من الوعي المتفاقمه لدى كل نواب المجلس ان الموضوع فعلا يستحق لمشاركه جميع لجان المجلس، ودي كانت حاجه ايجابيه جدا. اشتغلنا على القضيه دي وتم استدعاء الوزراء المواطنين لمناقشتهم، وتم توجيه نواب المجلس ليهم في هذا الموضوع، وبالفعل تم الاخذ بها نظرا لانها قضيه هامه وتعتبر فعلا قضيه امن قومي. المنطلق ده اللي ترسخ لدى المواطن المصري كان لابد ليه بقى انه يشارك في الحوار الوطني اللي اطلقه السيد الرئيس يوم 25 ابريل في افطار العائله في شهر رمضان. انا عايز اقول لحضرتك كل ده يعني دي منهجيه فعلا، لما سياده الرئيس حس فعلا ان حاله الوعي وصلت لدى المواطن قال لا لازم بقى تحدث المشاركه. المشاركه في ايه؟ ان احنا فعلا نتوافق كاحزاب، سواء احزاب زي ما حضرتك تقول متوافقه مع الدوله وسياستها، او احزاب معارضه لسياسه الدوله. منذ ذلك التوقيت حزب حماة الوطن بصراحة وصلنا ليل بنهار لوضع رؤية حزبية لمحاور الحوار الوطني، سواء على مستوى السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي أو الحريات. ده يعني العمل اللي قدمناه. احنا طبعا كان لينا الشرف ان احنا دعينا الى الأكاديمية الوطنية وقدمنا رؤية الحزب، وتمت المناقشه في بعض النقاط طبعا، لان طبعا رؤيه الحزب يعني كتيب حاجه على مستوى عالي وراقي جدا يعني.
كان ضروري طبعا ان يحدث التماسك والاندماج المجتمعي والسياسي حول مجموعه من القضايا اللي مخرجاتها هتتم في اطار عام ويتم فيها اعلان عن عقد اجتماعي جديد يتناسب ان شاء الله مع الجمهوريه الجديده. يبقى عمليا يا فندم وصححني برضو يعني انه الدعوه للحوار الوطني هي انطلاق من وجود حاله استقرار سياسي في البلاد، استقرار سياسي واستقرار الحمد لله اقتصادي حتى في ظل ازمات كثيره ربنا سبحانه وتعالى يعني انعم علينا بامور احسن من غيرنا وكتير طبعا. كمان مش احسن وخلاص طبعا. يعني بشكل فعلي كذا الحال استقرار امني، كذا الحال استقرار في علاقتنا بدوائرنا الحيويه اللي حوالينا طول الوقت وفي علاقاتنا الخارجيه، ومن ثم ان الاوان الى انه كل الوان الطيف السياسي تقعد على ترابيزه واحده وتتناقش. تمام، انا عايز اقول لحضرتك ان الحوار الوطني ده هيساهم في ترسيخ معالم الجمهوريه الجديده اللي احنا بننشرها. حلو. مشاركه جميع التيارات السياسيه والحزبيه والشبابيه لاداره حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني خلال المرحله القادمه ان شاء الله هيكون حوار وطني جاد وفعال فعلا وجامع لجميع القوى والفئات. وده هيوحد الصف وهيعلي مصلحه الوطن ان شاء الله. طيب يمكن اتفضل كمل يا فندم كمل. ده طبعا هيبقى اكبر تاكيد للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان بمحاورها المختلفه. ومشاركه كافه التيارات السياسيه للحوار ده هيهدف الى يعني الخروج براي توافقي ليحقق نظره وطموح للجميع وتحقيق زخم حقيقي ومصداقيه وهيبقى تدشين لمرحله جديده في المسار السياسي للدوله المصريه. وعايز اقول لحضرتك يعني يمكن انا اتكلمت في اكثر من مداخله ان في مقوله سيادة الرئيس يعني قالها يوميها واكيد حضرتك تفتكرها ان الاختلاف لازم يحدث طبعا اختلاف طبيعي لكن الاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه. الكلمه دي عايزه دي كلمه من ذهب على فكره طبعا دي يعني كلمات تخلد على فكره يعني دي اختيار سيادة الرئيس لهذه الكلمه تقدير كبير جدا وارساء لمفاهيم يعني ايه مصريتنا ويعني ايه احنا في تقدير لمصريتنا وفي تقدير لمشاركتنا يعني حاجه بصراحه نحن نقدر السيد الرئيس من هذه الجمله اللي فيها جايبه التوافق فعلا المجتمعي. والله يا فندم هو الحقيقه انه الواحد لازم يلاحظ ويعلن هذه الملاحظه. الرئيس نفسه حتى في مناقشاته مع الصحفيين والمذيعين وما الى ذلك بيسمح جدا بمساحات اختلافات في وجهات النظر وفي الطرح وفي الرؤى وياخذ ويرد والعكس وما الى ذلك. وبالتالي ده انعكس انما يعكس رؤيه الدوله لمساله الحوار الوطني انه ما فيهوش تغليب. هنا انا هستأذن حضرتك في انه انا هاخد صف المعارضه دلوقتي باعتباري بجلس على يسار المنصه انه وان انا جاي اصلا من بيت معارضه يعني المعارضه دايما او المعارضه في الحاله بتاعتنا بتاعت الحوار الوطني عندها مش هسميه خشيه عندها قلق ما من انه يا جماعه احنا مش عاوزين باعتبار انه احزاب الموالاه هي الاكثر عددا من حيث العدد الحزبي وهي الاكثر زخما من حيث عدد الاعضاء والتمثيل داخل غرفتين البرلمان ياخدوا الحوار لناحيتهم فنشعر وكأننا خرجنا مظلومين مدحورين. هنا بقى سيادة اللواء طارق نصوري يقول لهم ايه؟ كرجل برلماني وسياسي. تمام. خليني اقول لحضرتك ان تم انتخاب او اختيار الاكاديميه الوطنيه لان الاكاديميه الوطنيه تعمل لصالح الشعب كله بفئاته وليس لفئه معينه او حزب معين او كيان سياسي معين. تمام؟ ده اتجاه. طيب اختيار اللي تم لفريق العمل اللي هيدير الحوار الوطني وحضرتك قلت طبعا على راسهم استاذ ضياء استاذ ضياء رشوان الناس دي ليس لها انتماءات حزبيه وليس لها انتماءات سياسيه وليس لهم مصلحه في توجيه الحوار باتجاه معين. الحاجة اللي بعد كده اللي أنا أطمن حضرتك يعني وأي حد من المعارضة أو أي اتجاه سياسي آخر إن الحوار ده هيكون حوار مفتوح وليس حوار مغلق وهيبقى متابع على الميديا بالظبط وحاجة
يعني فيها قمة الشفافية، وهيتم الوصول إلى استخلاص يعني أهداف معينة وأطر معينة يتم الأخذ بها، وكله هيبقى على طاولة الحوار. مفيش حد يعني هيتم تجنيبه، أو في هيبقى في غرف مغلقة للنقاشات، أو مش هيتم ترتيب حاجة كده يعني بتوجه أغلبية مثلا، أو مفيش كلام من ده خالص. الموضوع هيكون في قمة الشفافية. والسيادة الرئيس يمكن أشار امبارح، وحضرتك شفت في لقائه مع الإعلاميين بعد الافتتاح بعد اللي الجولة في مدينة السادات، مظبوط، في مدينة السادات، قمة الشفافية. سيادة الرئيس بيتكلم جدا جدا، وقال أنا جاهز، اللي هيعارضني واللي هيقول أي حاجة مفيش مشاكل خالص عندي، أهم حاجة في الآخر إيه؟ الوطن. صح، الوطن، وهذه الدولة تبقى قائمة. صح، 100%. وهو ده المنشود، وده اللي نفسنا فيه، ان نختلف مفيش مشاكل، لكن نجتمع على مصلحة الوطن في الاخر. ده مما لا شك فيه ولا خلاف عليه على الاطلاق. اشكرك جدا 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 يا فندم، كل شكر سيادة النائب اللواء طارق نصير، وكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، والامين العام لحزب حماة الوطن.